طيب للمزيد من التفاصيل معانا دكتور محسن الألفي، أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا، قل لي إلى أي مدى يعد مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما هو نقلة نوعية في قطاع الصحة في مصر؟ مش دائما المشاريع القومية اللي الدولة مستمرة فيها في السنوات الأخيرة جميع المجالات، ما نسيتش لا الصحة ولا التعليم، يعني مش بس عن السكر وخدمات السويس وكده، إنما بالنسبة للصحة من أهم المشروعات زي ما جه في التقرير الرئاسية 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي. النهارده كنت قاعد مع حد بيقول لي مش فيروس سي انتهى من البلد، قلت له كان ولا 100 سنة عشان ينتهي. قوائم الانتظار دعم صحة المرأة، سرطان الثدي أولوية، صحة المرأة أولوية من ضغط وسكر وصحة إنجابية، التأمين الصحي. ندخل على المشروع بتاع البلازما، لازم نعرف انه البلازما نمره واحد هامه جدا لحياه اي مواطن ممكن يحتاج لها في اي لحظه، من البومين بشري، من معاملات تجلط، لمرضى الهيموفيليا، للاجسام المضاده، لمينوجلوبيلينز، لمرضى نقص المناعه ونقص الصفائح الدمويه المناعيه، وامراض الجهاز العصبي، امراض كثيره جدا بتحتاجها البلازما. بيحصل احنا بنحتاج استيراد كميات كبيره من هذه المشتقات للمشروع القومي الجديد بخبرات مصريه اساسا وخبرات اجنبيه، علشان تبقى تبتدي زائد المشروع في الاول وبعدين نستمر بالخبرات المصريه. بشكر طبعا معالي رئيس الوزراء والدكتوره هاله واللواء بهاء واللواء مصطفى واللواء مجدي. بقول لحضرتك انه اهم حاجه المتبرع اللي هيتبرع بالبلازما، المتبرع دلوقتي حياته افضل، الامراض المزمنه اقل ان شاء الله في الفتره القادمه، رغبته في التبرع. التبرع بالدم هو اول خطوه للانتماء. انا تبرعت اول مره في حرب 73 كان عندي 16 سنه، واخر مره تبرعت وانا عندي 60 سنه من سنتين ثلاثه. كل واحد يقدر يتبرع بالدم جديد للنخاع ونشاط النخاع. مهم جدا لصحه الانسان ان هو يتبرع بالدم مره او مرتين في السنه. الانتظار مصر من بلاد القليل. طيب يا دكتور محسن انا هستاذنك بس تحاول تغير مكانك شويه لان الصوت بيروح وبيجي. طيب انا سامع حضرتك و... دلوقتي بالنسبه للبلازما اول حاجه ان احنا المتبرعين المنتظمين هو المتبرع الوحيد اللي يقدر يتبرع بالبلازما في هذا المشروع القومي. المتجمعه لست الناس، المتوقع ان احنا يبقى عندنا مليون وحدة بلازما سنويا، ناخد المشتقات بتاعتها. المصنع خلاص هيتبني ان شاء الله، في جميع البنوك الدم سواء القومي او الاقليمية او الجامعية ووزارة الصحة كلهم بيجهزوا نفسهم على اعلى مستوى ان هم يستقبلوا المتبرع. الكورونا ما بتعملش تحليل كورونا قبل التبرع، ما فيش مشكله بالنسبه للكورونا. يعني ابتداء من شهر مايو حصل ضروب شويه في التبرع، انما يونيو ويوليا الدنيا اتظبطت بالدعوات بتاعه التبرع بالدم. انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا على التوضيح دكتور محسن الألفي، شكرا لحضرتك يا فندم.